حنا جينا هنايا ان شاء الله السيد البرنوصي جايين بواحد البرنامج التير المحلي اللي كله واحد بواحد القيمه مضافه ان شاء الله لكاع البرنامج اللي ان شاء الله نزلوا البرنامج ديال الحزب ديال الاحرار اللي كيشتغل على واحد الخمسه ديال التزامات ان شاء الله اللي الاولويه ديال التعليم ديال الصحه ديال التشغيل من الناحيه الاجتماعي. وكاين برنامج ديالنا اللي هو محلي ان شاء الله اللي غادي نمشيو فيه في البنيه التحتيه لا الرياضيه لا البنيه التحتيه ديال الترفيه لا ديال الثقافه، وفيها اللي ما هو من الثروات الطبيعيه ديال المنطقه اللي خاصنا نبروفيتيو كما كيقولوا في هذاك ذاك الرصيد اللي عندنا ديال البحار اللي نشوفوا باش نديروها منطقه منطقه سياحيه بليتو، ونشتغلوا في واحد الجو اللي كيكون فيه واحد الشفافيه، وان شاء الله بالثقه ديال هاد الناخبين اللي كندعوهم انا شخصيا باش يمشي ويصوتوا ويخرجوا ويصوتوا ويصوتوا على الحمامه ويديروا فينا الثقه، وان شاء الله ما نخيبوهمش نكونوا عند حسن ظنهم ان شاء الله. واليوم احنا في اخر ايام الحمله الانتخابيه اللي غدا ان شاء الله المغاربه سيتوجهون الى صناديق الاقتراع. احنا اليوم كحزب تجمع الوطن الاحرار جينا بشعار المغاربه يستاهلوا محسن، وحتى البرانسه يستاهلوا محسن، وان شاء الله لنا موعد مع صناديق الاقتراع والتجمع الوطني للاحرار يكسب الثقه ديال الناس ساكنه مقاطعه البرنوسي باش نجيو لهاد المقاطعه ونقوموا بالاشتغال رفقه هاد الناس اللي كيستاهلوا محسن. البرنوسي مازال خاصو الكثير، الاحرار هو البديل، وكنتمنى من جميع المغاربه انهم يصوتوا الحزب التجمع الوطني للاحرار.